بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اصحابي؟ معاكم مطبخ دهب. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وفي احسن حال ان شاء الله. يا ريت لو كنت اول مرة تشوفوا القناة تضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنسويه، واي اراء واي كومنتات هننتظرها تحت الفيديو. مثل ما انتم شايفين اصحابي، هذه صينية كب كيك، وطبعا كلنا دلوقتي بقت متوفرة في كل المحلات واسعارها مش غالية، ولكن في بداية ما ظهرت صواني الكب كيك ما كانتش متوفرة زي مثل الحين. يعني الحين بتحصليها في كل المحلات وفي كل السوبر ماركت، لكن لسه برضو مازال في اهلنا وحبايبنا في المناطق اللي هي البعيدة شوية عن المراكز او المحافظات الرئيسية، فما بيكونش سهل برضو ان هي تحصل الكب كيك، صينية الكب كيك، وممكن تريد انها تسوي كب كيك عشان الاولاد وكده. فطبعا في حل. طب لو انا ما عنديش صينية كب كيك، ايش الحل؟ الحل سهل وبسيط. طبعا كل الناس في البيوت بتاكل التونة. طيب، علبة التونة ما ترميش علبة التونة بعد ما تستخدميها، اغسليها كويس جدا، وبعد ما تغسليها هتصفيها واحتفظي بعلب التونة. وفي حاجة تانية برضو، حجمها هذه تعتبر متوسط، لو انتي تريدي الحجم الاصغر بتكون في نفسها نفس العلب هذه اللي هي مالت الصلصة، بتكون حجمها اصغر شوية. ممكن برضو تحتفظي، كل الناس بتشتري صلصة، تحتفظ بالعلبة بعد ما تخلصي الصلصة اللي فيها وتغسليها وتحطي فيها أوراق الكب كيك، وبعدين تسوي أي وصفة الكيك اللي عندك وتحطيها فيها وتحطيهم كلهم على صينية وتدخليها الفرن، هتطلع ممتازة. لو ما عندكيش ورق الكب كيك اللي هو الجاهز القوالب، الحل جاهز جدا. هذه كراسة رسم مثل ما انتم شايفين، هتقطعيها اللي هو الورق الأبيض، الورق الابيض فقط، يعني هنخرج الورق الابيض اهو، الورق الابيض هتقطعيها اربعة، وبعدين تحطيها في يعني هتحطيها في قلب علبة التونة او علبة الصلصة، وتدهنيها بزيت او زبدة او سمنة، وهتحطي فيها قالب خليط الكيك، وهيطلع معاكي في منتهى الجمال وفي منتهى شياكة. فيبقى حلينا مشكلة صينية الكب كيك لو مش موجودة عندك، مشكلة ورق الكب كيك لو مش موجود عندك. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. كان معاكم مطبخ دهب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.